نفوت منها نعمر ميها منها ليها حلو برد ليه ويها مليحة. ونتمنى من السلطات يعني ان شاء الله يزيدوا يدعموا هذه الشبيبات يعني هذه اللجنه هذه وان شاء الله اللي فيها الخير يجيبوا ربي وخلاص. العين باهيه الله يبارك تاع بكري هذا هو عين باهيه واهلا وسهلا بها الناس السياحيين اللي يحب يجي للسياحه هذه منطقه جلابه الله يبارك جينا عبينا شفنا العين شفنا المناظر الخلابه الله يبارك ونطلب من السلطات المحليه باش تشوف هذه القرى هذه القرى كيفاش يديروا فيهم حلول تاع السياحه ان شاء الله. الحمام ولا تبان ونفوتوا منا على العين سوا سوا ونداهموا نشربوا ونروحوا بالليمور الماء تاع عاملي صالح للشرب جاي هنا في الطريق اللي يحب يعني يكون عطشان يداهم يشري والله يشرب نورمال. هذه المنطقة اسمها منطقة الأخواتية وهذه المنطقة بالذات سميوها كانت واحد الشجرة يقول لها شجرة المشمش يقول لها شجرة خيتاتي عيسى ومن بعد جاو لهنا جماعة داروا العين هذه وراها ما شاء الله عين يعني ما شاء الله جاية في طريق اللي رايح للسطيف رايح ولا تبا رايح العين مان الناس كل تشرب هنا والأهل تاعها يمتاز بأهل الكرم منطقة تمتاز منا بالتين بالخضر والفواكه يعني الناس كرامة يعني ما شاء الله. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.